أخبار اليوم. هو من الفنانين اللي لا يمكن أبدا أن نفتقدهم بالموت، يظل حيا بيننا بما قدمه من أعمال فنية. هو فنان ملتزم جدا، منضبط جدا، عنده فهم حقيقي لدور الفن، وعنده فهم للكوميديا. الكوميديا ليست إفيهات ساذجة أو تافهة، لكن الكوميديا رسالة يمكن أن يقدم من خلالها كل ما يتعلق بهموم ومشاكل المجتمع. عشان كده أنه الفنان حسن مصطفى سيظل باقيا بيننا بما قدمه، فنان ملتزم منضبط. اللهم ألهم عائلته الصبر والسلوان، والسيدة ميمي جمال زوجته. هذه الأسرة الفنية تواصل المسيرة وتواصل إحياء ذكرى دائما في ظل ما نشاهده وما نتابعه من عبث ومن تدني في الفن. لازم نحتفي ونحتفل بحسن مصطفى ونحتفل بذكراه دائما، لأنه من الفنانين الذين لا يمكن أن نفتقدهم بالموت أبدا.